بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر وأدغم، في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباء بغنة كذا، الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. هذه الأبيات الموجودة في الجزرية. طبعا احنا اهم شيء نفهم شو هذا الكلام. اولا احكام النون الساكنة والتنوين حندرس اربع احكام: الاظهار، الادغام، القلب، الاخفاء. وحندرس ان شاء الله الفرق بين التنوين والسكون. تمام، حندرس ان شاء الله الفرق بين التنوين والسكون. طيب احكام النون الساكنة والتنوين مقدم هيك: الاظهار وحروفها ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والإدغام الياء والواو النون الميم اللام الراء. القلب حرف الباء. الإخفاء عندنا طبعا باقي الحروف، منها حروف مفخمة الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، وعندنا حروف مرققة الشين والتاء والدال والسين والثاء والذال والفاء والجيم والزاء والقاف والكاف. طبعا هذه هي كمجمل: إظهار، إدغام، قلب، إخفاء. هذه هي أحكام النون الساكنة عموما. طيب لو أول شيء نعرف شو هو النون الساكنة والتنوين، إحنا بنقول أساسا هي أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة تعريفها هي النون الخالية من الحركة. أنا عاملة لكم إياها على شكل إيش؟ مقارنة عشان نعرف شو هي النون الساكنة وشو هو التنوين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، الثابتة وصلا ووقفا وخطا ولفظا، تقع متوسطة أو متطرفة، تكون في الأسماء والأفعال والحروف، تكون من بنية الكلمة مثل ينهون أصلها نهى، وتكون زائدة عن بنية الكلمة مثل فانفلق أصلها فلق. وتنبيه عندي، هي ليست المتحركة مثل نعبد، ولا المشددة مثل النور، ولا التي تسكن سكونا عارضا عند الوقف مثل تعلمون، ولا التي تحركت بحركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين مثل إن ارتبتم. هذا هو تعريف النون الساكنة. طب شو هو التنوين؟ التنوين عبارة عن نون طبعا، بس نون لا تكتب. نشوف تعريفها: هي نون زائدة اللي غير توكيد، ثابتة وصلا ولفظا، يعني مش موجودة خطا، مش موجودة خطا ولا وقفا. انتبهوا الفرق بينها وبين النون الساكنة. إذن هي عبارة عن نون زائدة لغير التوكيد، ليست نون توكيد، ثابتة وصلا ولفظا، ساقطة وقفا وخطا. يعني عند الوقف على النون ما بنجيب نون والتنوين طبعا، وعند الخط ما بتنكتبش لأنها بتنكتب فتحتين
أو ضمتان أو كسرتان. طب تقع متطرفة فقط، احنا قلنا النون بتكون في وسط الكلمة، في أول، في آخر الكلمة، متوسطة أو متطرفة، لكن التنوين ما بيجي إلا في نهاية الكلمة، متطرفة. تكون في الأسماء فقط، تكون في الأسماء فقط، ممتاز، يعني لا بتكون في الأفعال ولا في الحروف، الفرق. طيب ننتبه، خرج من حكمها نون التنوين المتحركة بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. هنا لما نقرأ نوح نبنه، نوح ني، نوح نبنه، فهنا حنروح نحرك الحاء، حنحرك الحاء وحنحط لها تنوين، ومع ذلك هذه خارجة من التنوين اللي احنا بنحكي عليه، لأنها أصلا هي نوح، نوح ابنه، نوح ابنه، فصار عندي هنا تنوين، حصل نون التنوين هنا بس بسبب التقاء الساكنين. بمجرد ما نفصل ما بين النوح وابن حيصير عندي، ما حيكون عندي أصلا تنوين. طيب وقلنا هي نون زائدة لغير توكيد، اللي هي إذا تخرج منها نون التوكيد اللي هي تلحق بآخر الأفعال وليست الأسماء، وإن كانت تعامل معاملة التنوين. في عندي وليكونا من وليكونا من الصاغرين، وفي كمان لنسفعا بالناصية، نعاملها معاملة التنوين لكن ليست هي نون تنوين. تمام، إذا هذه هي النون الساكنة والتنوين، عرفنا الفرق بينهم. طيب تمام، إذا النون الساكنة نعيد مرة تانية، هي النون الخالية من الحركة، خالية من الحركة، ما فيش عليها لا فتحة لا ضمة لا كسرة. تمام، الثابتة وصلا ووقفا وخطا ولفظا، يعني مكتوبة قدام عيني أنا شايفاها. تقع متوسطة أو متطرفة، تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون من بنية الكلمة أو تكون زائدة. خلاص، هذه النون الساكنة نحفظها ونعرف شو هي، ونعرف إنه لا يلحق بها النون المتحركة ولا المشددة طبعا، ولا اللي هي تكون سكنت بسكون عارض. والتنوين اللي هو قلنا عبارة عن فتحة فتحة ونون، ضمة ونون، كسرة ونون، هاي معنات التنوين. النون اللي هي زائدة لغير توكيد فتحة ونون، عشان هيك بس احنا ما بنكتب نون، احنا بنكتب فتحتين، او ضمتان اللي هي ضمة ونون، او كسرة ونون. وبهيك عرفنا هو ما هو النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما، وان شاء الله بنكمل احكامها، وعلى الله التوفيق.